كنأكد شفتوا يعني المؤشرات ديال التنمية ديال بلادنا اللي طول اللي خرجنا بهم واللي غادي نمشيو بهم العام الجاي. اليوم كنأكد بأنه حنا كنخرجوا من الأزمة، والبداية قوية ديال الانتعاش الاقتصادي ديال الأسر المغربية وديال الاقتصاد ديالنا، وهذا شيء جد إيجابي. وما كنعاودش لكم خرافة، راكم كتخرجوا كتمشوا للسوق كتشوفوا كتدوزوا في المدينة كتشوفوا بأن كاين واحد الرواج، كاين واحد الاقتصاد، كاين واحد لا كونفيونس اللي عاود رجعت في الاقتصاد، والناس كتستثمر والناس كتتحرك والناس اللي ديبونس، وكاين واحد الحركية، وهذا راه شيء إيجابي بالنسبة لي أنا أعتبره بأنه الحمد لله هذه بداية ديال الانتعاش الاقتصادي. أنا متفائل جدا يعني بما سيقع في هذه الجهة وفي هذه المنطقة بفضل المشروع الملكي ديال لوبور، هذا الميناء الجديد إن شاء الله، أنه تحول كبير سيقع في المنطقة، تحول كبير اللي غادي يخلي هذه المنطقة لا سياحيا ولا فلاحيا ولا صناعيا، أنه يمكن تكون شي حاجة اللي هي جد إيجابية بالنسبة للتشغيل وبالنسبة للمواطن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.